فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أليس الصوم في السفر أفضل لقوله تعالى: وأن تصوموا خيرا لكم؟ نعم، أليس الصوم في السفر هذا يا أخي أن تصوموا خير لكم، هذا في أول ما فرض الصيام كان على التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم نسخ هذا بقوله تعالى: الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلا فيه إنه يطعم فقط، يقضي فقط، أما الإطعام هذا محل خلاف. نعم.